السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. الفيديو ديال اليوم كيهم الناس ديال البكالوريا. إذا عنوان الفيديو هو امتحانات نيل شهادة البكالوريا دورة يوليوز 2020، تواريخ ومواقيت الامتحانات، جميع المسالك بالنسبة لجميع المسالك. إذا هذا الفيديو برعاية قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، قوم معي. إذن في هذا الفيديو سأتقاسم معكم مذكرة مواعيد إجراء الامتحانات المدرسية للسنة الدراسية 2019-2020 والخاصة بالدورة العادية من امتحانات البكالوريا وكذلك الدورة الاستدراكية. إذن أولا سأتحدث عن الدورة العادية من امتحانات البكالوريا بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، قوم معي. إذن أولاً امتحانات نيل شهادة البكالوريا 2020 شعبة الآداب والعلوم الإنسانية بسلكيها وشعبة التعليم الأصيل. إذن بالنسبة للناس ديال الآداب والعلوم الإنسانية وشعبة التعليم الأصيل، كما كنعرفوا غادي يدوزوا الدورة العادية نهار 3 و4 يوليوز. إذن هنا الترتيب ديال المواد بالنسبة لشعبة الآداب والعلوم الإنسانية، غادي يبداو أولاً باللغة العربية من 8 ل 11، بالنسبة للغة الأجنبية الثانية أي الإنجليزية ولا الإسبانية على حسب اللغة الأجنبية التي اخترتموها، إذن من 3 ل 6. عندنا في النهار الثاني 4 يوليوز صباحا التاريخ والجغرافيا من 8 ل 11، وزوالا من 3 حتى 6 مادة الفلسفة، يعني يومين في الامتحان البكالوريا. بالنسبة لشعبة التعليم الأصيل كاين مسلك اللغة العربية ومسلك العلوم الشرعية، وكما كتشوفوا توزيع ديال مواد الامتحان. الآن بالنسبة لشعبة العلوم الرياضية، شعبة العلوم التجريبية، شعبة العلوم الاقتصادية والتدريب، شعبة العلوم والتكنولوجيات، وشعبة الفنون التطبيقية. كما كتشوفوا هذا هو التوزيع ديال المواد بالنسبة لهاد الشعب. وبالنسبة لهاد الشعب كاملين بهم عندهم 3 أيام في الامتحان عكس الآداب والعلوم الإنسانية، لأن هاد الشعب هادو عندهم 3 أيام في الامتحان. اليوم الأول هو 6، واليوم الثاني هو 7 في شهر يوليوز، والثالث هو 8 في شهر يوليوز، وهذا هو التوزيع ديال الامتحان. ناخدو مثال ديال علوم تجريبية، عندنا الفيزياء النهار الأول من 8 ل 11، العشية كاين اللغة الأجنبية الثانية سواء لونجلي سواء الألمانية سواء الإسبانية على حسب، من 3 حتى 5 جوج ساعات عكس الآداب والعلوم الإنسانية عندهم 3 ديال الساعات. عندهم الرياضيات في النهار الثاني هي والفلسفة 3 ديال الساعات ديال الرياضيات وجوج ديال الساعات ديال الفلسفة. بالنسبة لعلوم الحياة والأرض هي في اليوم الأخير من 8 ل 11. إذا باقي الشعب والمسالك أو ماكاين التوزيع ديالهم كما كتشوفوا هنا. إذا الآن بالنسبة للمسالك المهنية، إذا هنا توزيع الدورة العادية بالنسبة للمسالك المهنية، شعبة الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، شعبة هندسة البناء والأشغال العمومية، شعبة الخدمات، وشعبة الفلاحة. إذا كما كتلاحظوا هنايا جميع الشعب عندهم 3 أيام في الامتحان، لاحظوا، لكن بالنسبة لشعبة الفلاحة كيزيدهم مادة علوم الحياة والأرض في اليوم الرابع يعني 9 يوليوز. إذا هادو المسالك المهنية يعني الدورة العادية. الآن الدورة الاستدراكية من امتحانات البكالوريا، شعبة الآداب والعلوم الإنسانية بسلكيها وشعبة التعليم الأصيل، شعبة العلوم الرياضية، شعبة العلوم التجريبية، العلوم الاقتصادية والتدبيرية، شعبة العلوم والتكنولوجيا، وشعبة الفنون التطبيقية. هذا هو التوزيع ديال الدورة الاستدراكية. لاحظوا الدورة الاستدراكية كما كان في البلاغ غادي تتم كذلك على 3 أيام، اليوم الأول 22 يوليوز، 23 يوليوز اليوم الثاني، و24 يوليوز اليوم الثالث. إذا هنا هذا هو التوزيع ديال الدورة الاستدراكية بالنسبة للامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا 2020. بالنسبة هنايا كاين جميع الأسلاك ما عدا المسالك المهنية. بالنسبة للمسالك المهنية ونفسه توزيع الدورة الاستدراكية، متغير فقط التاريخ. هنايا الدورة الاستدراكية غتبدأ نهار 22 وتالي نهار 24، اليوم الأول 22 23 24. الآن بالنسبة للمترشحين الأحرار، يعني الناس اللي دافعين الباك حر، كما كنعرفوا بأنه هاد الناس كيدوزوا الامتحان الجهوي والامتحان الوطني، مفهوم؟ إذا هنا عندي تواريخ ومواقيت الامتحان الجهوي الموحد الخاص بالمترشحين الأحرار للدورتين العادية والاستدراكية. هادو الامتحان الجهوي، الامتحان الجهوي ديال الناس اللي غيدوزوا باك حر هاد العام. إذا اليوم الأول نهار 1 يوليوز، واليوم الثاني هو 2 شهر 7. بالنسبة للدورة الاستدراكية، اليوم الأول هو 20 يوليوز، واليوم الثاني هو 21 يوليوز. دائما
ركزوا معايا في التواريخ، هادشي بالنسبة للامتحان الجهوي. أما بالنسبة للامتحان الوطني راه نفس التوزيع ديال المتمدرسين، هادشي كيديروه مفصول على المتمدرسين. لماذا؟ لأنه الناس ديال الأحرار كيدوزو حتى الامتحان الجهوي اللي كيتحسب في النقطة النهائية. إذن هادشي اللي كاين في هاد الفيديو، شكرا لكم على المتابعة، كنصحكم أنكم تركزوا بزاف على التواريخ وعلى التوزيع ديال المواد. كنتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.